مبروك يا لولو يا حبيبي، تؤمي بالسلامة إن شاء الله، وحمدي صغير يجي ينور الدنيا. حمدي يسمع من بقك ربنا. يا رب. بقولك يا هالة، إيه رأيك في سهير؟ حلوة وكويسة وزي الفل. ليه؟ جاب لها عريس؟ آه، عندي عريس عايز أتقدم لها. مين بقى؟ أنا. إيه يا حمدي؟ إيه حكاية اختياراتك دي؟ يعني أنت ما لقيتش غير سهير؟ إيه يا هالة؟ ما أنت لسه بتشكري فيها دلوقتي. ولا هي اخلاقها هي كمان فيها حاجه وانا اللي مش واخد بالي برضو؟ لا طبعا، البنت زي الفل، زي الجنيه الذهب. وقعتي قلبي يا شيخه. وانت يعني لسه واخد بالك منها دلوقتي؟ ما انتوا متربيين سوا، ده انت تعرفها حتى قبل ما تعرف طليقتك سلوى. ماشي يا هاله، ساعتها كنا اخوات بس مش اكتر، انما دلوقتي الوضع اختلف. وبعدين انا عايز اعرف بقى ايه وجه اعتراضك اصلا على الموضوع. انت عايز تتجوز واحده بتحب اخوك؟ أنا اللي أعرفه إن العلاقة اللي بينهم انتهت ومفيش بينهم أي حاجة دلوقتي. حتى لو انتهت، ده أخوك، أنت عايز تخسره، المفروض تراعي مشاعره يا أخي. وأنا مين يراعي مشاعري يعني يا هالة؟ وبعدين أنا مصدقت ألاقي واحدة ارتاح لها، وأنت شايفة الحال اللي أنا فيه والوقت بيسرقني. وهو عشان الوقت بيسرقك تختار واحدة أخوك حاطط عينيه عليها؟ بلاش يا حمدي، الموضوع ده هيجيب مشاكل كتير. افتكر إن أنا قلت لك بلاش وأنت حر.